والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وارحبوا مليون، عسى الله يسعدكم جميع. وحياكم الله على فيديو عن شخصية لها معزة خاصة عندي، لأنه صاحب شخصية قوية وما يرضى إلا بالزعامة، وهو تومي فرسيتي، ملك مدينة فاي سيتي، أو زي ما يسموه باللعبة تومي جزار هارود، اللي تخاف منه كل العائلات بالشمال، لدرجة قالوا عنه إذا تومي رجع راح تتوقف أعمالنا. فخلونا نتعرف على تومي هذا، وليه تخاف منه العائلات، وكيف سيطر على الجنوب، وليه أصلا سموه جزار هارود. وقبل أبدأ لازم أوضح لك شغلة صغيرة، وهو أن مدينة فاي سيتي اللي فيها أحداث اللعبة تعتبر جنوب مدينة ليبرتي سيتي اللي صارت فيها أحداث كلاود ونيكو بيلك وهذولاك، وأحداث قصة تومي كانت بالثمانينات، يعني قبل قصة كلاود. عموما وش كان ماضي تومي وايش وصله اصلا لفاي سيتي؟ واول شيء تومي هذا من سكان ليبرتي سيتي قبل احداث اللعبة، وكان عضو جدا قوي لعائلة فوريلي اللي زعيمها سوني فوريلي، وكان تومي يصعد ويصعد بالعائلة ويترقى اكثر واكثر، وصار شخصية معروفة عند الكل. وهنا الزعيم سوني شاف ان عند تومي طموح اكثر من اللازم، وممكن يوم من الايام راح يتزعم العصابة مكانه، فلازم يتخلص منه. ومن هنا قرر سوني يرسل تومي لمهمة قتل شخص، ولكن اللي ما يدري عنه تومي انه هو الهدف، لانه سوني كلم الشخص هذاك يجهزون مجموعة اذا وصل تومي يقتلونه ويخفون جثته. وفعلا وصل تومي، تفاجأ انه حصل بدل الشخص الواحد 11 شخص منتظرينه. وهنا يظهر اسم تومي وهو جزار هارود، تم تسميته بهذا الاسم لانه ذبحهم كلهم وطلع من المجزرة حي، وجت بعدها الشرطة وقبضت عليه. وهنا لحد الآن تومي مو متأكد هل سوني خانه أو لا، ولكن حتى لو كان شاك إن سوني خانه ما رح يقدر يشكك بسوني أو يتهمه بالخيانة، فكتم شكوكه بنفسه وكأنه ما صار شيء، رغم أن حتى الشرطة قدمت عرض لتومي أنه يفضح أعضاء العائلة مثل سوني وجماعته أو يحكم عليه إعدام، ولكنه رفض يفضح أسرارهم، وبكذا تم الحكم عليه بالإعدام، ولكن عطوه فرصة يفكر أو يراجع نفسه. وهنا سوني زعيم العائلة خاف أن تومي ممكن يقرر يفضح أسرار العائلة قبل الإعدام، فاستخدم نفوذه وسلطته وسوى صفقات كثير مع الحكومة بمقابل يتم تخفيف حكم تومي من إعدام إلى مؤبد. وما وقف عند كذا، بل إنه استخدم نفوذه ثاني وخففها أكثر من مؤبد إلى 15 سنة، وفعلا انسجن تومي 15 سنة كاملة. وفي يوم خروجه من السجن بعد ما قضى كامل المدة، هنا تبدأ أحداث لعبة جراند فاي سيتي. عموما تجي البداية، وتعرفون طبعا أن عائلات المافيا اللي في ليبرتي سيتي بينهم قانون وهو ممنوع البيع والمتاجرة بالمخدرات. وهنا سوني اجتمع مع أعضاء عائلته وقال لهم اليوم خروج تومي من السجن، ولازم نمنعه من دخول ليبرتي سيتي، لأنه لو رجع ومشى بالمدينة راح تتوقف أعمال كثير، ولكن بما انه ممنوع علينا نتاجر بالمخدرات في ليبرتي سيتي، فعندي فكرة اني ارسل تومي الى فاي سيتي واعطيه مبلغ ويتاجر بالمخدرات هناك، وبعد فترة نزوره، وبكذا نكون كسبنا فلوس، وبكذا نكون ابعدنا تومي عن مدينتنا. وبرضو حتى لو جاء يوم وزعلت منا العائلة بسبب ان تاجرنا بالمخدرات، راح نحمل تومي المسؤولية كاملة كأن مالنا اي دخل. وفعلا سوني اعطى تومي مبلغ كبير وارسله الى فاي سيتي، وبالمطار هناك تعرف على المحامي الرهيب كيني روزنبرغ اللي يستقبل تومي ويعطيه مكان يستقر فيه، وقد سبق وجهز عملية شراء مخدرات، وعطول بدون تأخير يروح تومي ومعه روزنبرغ واثنين من العائلة حق سوني عشان يقابلون صاحب المخدرات ويأخذونها بالجملة ويوزعوها بالمدينة. وأول ما يقابلون التاجر ويبدأون الشراء، تهجم عليهم عصابة غير معروفة وتطلق عليهم كلهم، وبصعوبة يهرب تومي ويقفز مع روزنبرغ ويهربون، وكذا يكون أكبر مشكلة تواجه تومي وأسوأ بداية له، وهو أن أخويا سوني اللي مع تومي انقتلوا، والبياع اللي بيبيع لهم انقتل، والفلوس حق تومي انسرقت، وكمان المخدرات حق البياع انسرقت بسبب عصابة غير معروفة أبدا. وبعدها رجع تومي الفندق ومو عارف من اللي سوى هذا الكمين، من اللي سرقهم وليه سرقهم،
ومن هنا يتصل بسوني ويعلمه، جدا يزعل سوني لأن أصلا الفلوس فلوسه، فيقول له تومي راح أزورك قريب، وإذا جيت وما عرفت اللي سرق فلوسي وقتلته راح تنقتل أنت. ومن هنا تبدأ رحلة البحث بين روزنبرغ وتومي عن من اللي سرق الفلوس. وهنا تجي روزنبرغ فكرة، وهو أنه معه دعوة لحضور حفل عيخت كبير. هذه الحفلة مسويها كولونيل متقاعد، راح يحضرها كبار الزعماء المسيطرين بالمدينة. فيقول روزنبرغ لتومي روح الحفلة مكاني عشان تتعرف على الشخصيات المسيطرة على المدينة أو أكبر شخصيات إجرامية يعني في المدينة، وتتعرف على الكولونيل عشان يبحث لك عن من سرق الفلوس. وفعلا يروح تومي ويتعرف عليه ويعرض عليه المشكلة، ويقول له الكولونيل أنه راح يحقق بالموضوع. ومن هنا يبدأ تومي يسوي له مهمات مقابل فلوس إلى ما يتعرفون على الشخص اللي سرق الفلوس. وبعد ما يجلس الكولونيل يحقق بالموضوع، يرجع تومي للمحامي روزنبرغ ويقول له المحامي في شخص موسيقي صاحب استوديو اسمه كنت بول، هذا الشخص يعرف كل أسرار المدينة وأكيد يعرف أي طرف أو خيط عن السرقة. وفعلا تومي يروح الاستوديو لكنت هذا ويهددها على طول ويسأله إذا يعرف شيء. فيقول له كنت أنا أعرف أن في سرقة فلوس ومخدرات صارت قبل كم يوم، ولكن ما أعرف مين اللي سوى كذا، ولكن كل اللي أعرف أنه في طباخ وصلته فلوس لأن لها علاقة بسرقة مخدرات، ممكن متورط بالسرقة اللي صارت لكم. بينطلق تومي للطباخ هذا ويحصله، بدل ما يحقق معه عاطل يقتله وياخذ جواله. وهنا يجي شخص يداهم الموقف وواضح عليه الثراء ويقول لتومي أنا مو عدو، أنا وأنت معنا هدف واحد، أنا أبحث عن اللي أنت تبحث عنه، لأن اللي سرق فلوسك برضو سرق مخدراتي وقتل شقيقي. وهنا يطلع أن هذا الشخص اسمه لانس، أخ للبياع اللي انقتل بالكمين، وبرضو هو صاحب المخدرات اللي كانت مع البياع، ويطلع أنه هو برضو يبحث عن اللي سرق المخدرات وقتل أخوه. فيطلب منك تعاون ويقول لك هذه فاي سيتي، ما ينفع تمشي إلا ومعك سلاح، وفعلا يوديك محل الأسلحة ويشتري لك سلاح. عموما بعدها تتطور العلاقة بين تومي ولانس فانس هذا، ويصيروا أقرب لبعض أكثر وأكثر لدرجة يصيروا مثل الأخوة. المهم بعد فترة يرجع تومي للمحامي، وهنا المحامي يعرفه على شخص اسمه إيفري. إيفري هذا رجل عقارات ورجل أعمال كبير جدا في المدينة، ويعرض عليك اقتراح، وهو انك تسوي له مهمات وتفجر يعني مباني وكذا، وهو اللي يسويه انك تستخدم نفوذه وعصابه عشان يحمونك بالمدينة، يعني وجوده كحماية لك فقط. والعلمك ترى بعدها تومي يسوي مهمات كثيرة لإفري هذا، ويسوي مهمات كثيرة للكولونيل المتقاعد، وأغلبها ما لها علاقة مباشرة بالقصة، فقط يدفعون فلوس عشان تحاول تجمع مبلغ قبل يجي سوني والعائلة للمدينة. وفعلا تومي يستمر معهم بالمهمات إلى ما يجي يوم ويطلبك الكولونيل أنك تساعد زعيم أو شخص مهم بعملية بيع حشيش. هذا الشخص اسمه ريكاردو دياز، ملك المخدرات في المدينة. وفعلا تومي ولانس اثنينهم يروحون مع دياز كحماية له إذا فشلت العملية، وفعلا تفشل العملية وتهجم عليهم عصابة كولومبية عشان يقتلون دياز هذا، ولكن تومي يكون هناك لحمايته ويحميه، وبرضه يسرقون المخدرات. ومرة ثانية تومي يكون موجود ويلحقهم ويرجع المخدرات إلى دياز، وهنا دياز يأخذ اسم تومي عشان يبغاه يكون معه دائما. هنا يجي لانس خوي تومي تجيه فكرة، وهو أن بما أن دياز هو ملك المخدرات، فيعني أن دياز هذا يكون عنده علم عن أي عملية مخدرات تصير بالمدينة، ومنها أكيد أنه يعرف شيء عن من اللي سرق المخدرات حقهم بالبداية. وهنا لانس يجلس يحقق في موضوع دياز خلف الكواليس، ولكن توم يستمر مع دياز ويساعده بمهمات كثيرة، منها سيطرة على العصابات الصغيرة وتفجير أماكن المنافسين عشان ما يبقى أي أحد يعارض دياز. إلى ما يجي لانس ويقول يا تومي أنا اكتشفت أن اللي قتل أخوي وسرق مخدراتي وسرق فلوسك هو دياز نفسه. وهنا تومي يقول له أنا أصلا اكتشفت هذا الشيء من بعد ما اشتغلت معه، لكن يا لانس ما ينفع نقتله الآن، لازم أشتغل معه أكثر عشان أعرف المدينة أكثر ونسيطر على أماكن أكبر، وبعدها نقتله ونصير أحنا ملوك المدينة. يعني إذا تومي ولانس قتلوا دياز الآن ما رح يقدروا يسيطروا على ممتلكات دياز مثل القصر والمولات التجارية والأعمال الغير قانونية،
فلازم يستمرون بالتوغل داخل عصابة دياز حتى يسيطروا بعدها يقتلوه. وفعلا لانس يقتنع بهذه الفكرة ويأخر الانتقام، ويستمر تومي بالأعمال مع دياز فترة من الوقت إلى ما يصير رجل مسيطر وكلمته مسموعة داخل عصابة دياز. ولكن يجي خبر من كنت اللي في الاستوديو أن ترى لانس وبدون علمك وبدون علم أي أحد هجم على دياز عشان يقتله، ولكن دياز قدر يقبض عليه وتراهم يعذبونه في ساحة الخردة. يعني لانس مو قادر يلتزم بالخطة إلى النهاية بسبب أنه مو قادر يشوف قاتل أخوه يتحرك بحرية قدامه، ولكن يبقى لانس مثل الأخ لتومي، وهنا يقرر تومي كنسل كامل الخطة ويدخل بنفسه إلى ساحة الخردة ويقتل كل أتباع دياز وينقذ لانس من التعذيب ويوديه المستشفى. وبكذا عرف دياز خطتهم، فما عاد يقدروا يغتالوه بسرية، فما عليهم إلا مواجهته هو عصابته كاملة. فبعد ما شفي لانس من التعذيب جاء هو وتومي وجمعوا أغلب الأسلحة اللي يقدروا عليها واقتحموا القصر حق دياز، وبدأ قتال طويل وقدروا فيه يقتلون كل أعضاء دياز حتى وصلوا له. وهنا تجي أجمل لحظة، لحظة الانتقام لتومي عشان فلوسه، ولحظة انتقام لانس عشان أخوه مخدراته. وأهم شيء أن بهذه اللحظة يكون تومي ولانس سيطروا على قصر دياز وأملاكه، ولكن باقي معهم مشوار بسيط فقط، يعني عشان يضمنون أن يجيهم فلوس ودخل، وهو أن الأماكن التجارية اللي كانت تدفع لدياز عشان يحميهم رفضوا يدفعون لتومي، فقرر يجبرهم يدفعون. ومن هنا يبدأ تومي بحركة فرض نفوذ عليهم، ويبدأ بحملة هجمات واسعة، ويبدأ بتخريب المراكز التجارية حق اللي ما دفعوا حتى يثبت لهم ان ما حد يقدر يحميهم الا تومي، وينجبرون يدفعوا. ولكن في اماكن تعاقدت مع شركات امنية تحميهم، فيضطر تومي انه يروح ويقتل اعضاء الشركات الامنية عشان يثبت لهم مرة ثانية ان ما حد يقدر يحميهم الا تومي. واخر شيء يجي لانس ويقول لتومي ان في محل رفض انه يدفع، فيقول له تومي تعال معي، ويروح تومي ولانس بكل بساطة ويتنكر كشرطي ويدخل ويفجر المحل بكبره باللي فيه. ومن هنا بدأ الكل يدفع لتومي، ولكن تومي ما وقف عند كذا، لازم أشياء تكون تابعة له شخصيا، فأنشأ أو اشترى أو سيطر على محل بار كبير، وبرضو اشترى محل سيارات، وبرضو محل طباعة عشان يطبع فلوس مزورة، وبرضو أخذ محلات تجارية كثيرة متنوعة بالمدينة، وآخر شيء أنشأ له عصابة جديدة تابعة له. يعني الآن نقدر نقول عن تومي إنه ملك مدينة فاي سيتي وملك تجارة المخدرات والأعمال الإجرامية. ولكن يبقى لتومي شخص واحد فقط، وهو سوني لو تذكرونه، اللي سوى لتومي كمين وأرسله المجموعة يقتلونه قبل أحداث اللعبة، ولكن تومي قتلهم وبسببهم انسجن 15 سنة. وبعدها سوني أرسله لهذه المدينة عشان يتاجر بالمخدرات، يعني باقي هو بس. ولكن الفرق أن أول تومي ما كان يقدر يشكك في سوني أو يتهم أنه خانه وأرسل له ناس، لكن الآن يقدر يشكك فيه وما عاد همه يرضى أو يزعل. وأصلا تومي مبيت النية أنه ما رح يرجع له فلوسه من الأساس. عموما يجي اليوم الموعود ويجي سوني عشان يستلم الفلوس، ولكن تومي حط له بالشنطة فلوس مزورة، اما ياخذها ويروح او يكتشفها ويرجع يقتله وينهي الموضوع. ولكن وقت وصل سوني ويبدا نقاشه مع تومي، يطلع ان لانس فانس خوي تومي واللي يعتبر اكثر من اخ، طلع انه معلم سوني بكل شيء، ومعلمه ان تومي بيقتل، ومعلمه ان تومي راح يستقر بالمدينة وراح ينفصل عن العائلة، وبكذا طلب من سوني انهم يتخلصون من تومي عشان لانس يمسك مكانه ويبقى يدعم العائلة. وكانت هذه اكبر خيانة بتاريخ بداية روكستار، واكبر صدمة من تومي، لانه كان متوقع ان المحامي اللي بيخون، ولكن ما توقع ان لانس هو الخاين. وهنا تبدأ الحرب العائلية الداخلية بين تومي وسوني ولانس، ولكن كان تومي مسلح وجاهز وقتل عدد كثير من أفراد العائلة حتى وصل للانس وقتله، وبعدها وصل لسوني وقتله. بعدها تجي لقطة أكثر من رائعة، وتومي يقول للمحامي روزنبرغ لن نقلق من الشمال بعد اليوم لأنه لم يعد موجود، الآن هناك جنوب فقط. ومن هنا تنتهي لعبة جراند فاي سيتي، وتنتهي قصة شخصية لها مكانة خاصة عندي، وحاب أوضح هذا الشيء ليه تومي مفضل عندي، وهو أن روكستار اعتمدوا تومي كحوار وشكل وأحداث
من الممثل الرهيب وأفضل ممثل عندي وهو الباتشينو، وراح تشوف أن الرسومات الأولية لتومي كانت على شكل وجه الباتشينو، وحتى اللعبة في أماكن أو أشخاص منسوخين نسخ من أفلام الباتشينو. مثلا عندك قصر الدياز هو نفس قصر الباتشينو من فيلم سكارفيس، وحتى مشهد النهاية وقت معركة تومي وسوني نفس مشهد النهاية حق الفيلم. وبرضو عندك المحامي ونسخة شكل المحامي حق الباتشينو اللي بهذا الفيلم، يعني تحس أجواء الباتشينو مسيطرة كثير على أجواء اللعبة، وهذا سبب أكثر من كافي أني أعشق هذه اللعبة الرهيبة. عموما يا حلوين، هنا أكون وصلت إلى نهاية الفيديو، أتمنى انبسطتوا، وألف شكر لكم، وأشوفكم بفيديو قادم وأجمل بإذن الله، وخلوكم دائما قريبين من أليخاندرو وفمانتا.